من هم التونسيون؟ أبناء إمبراطورية قرطاج الممتدة من حضارة الفينيقيين والبونيقيين في شمال إفريقيا، وتراث اللوبيين الممتد في الحضارة القبصية، من سلالتهم هانيبال المتربع على عرش روما، وزناتي خليفة ملك تونس. أما القيروان ثاني مدينة إسلامية في الشمال الإفريقي بعد الفسطاط، فهي إحدى مدنها العريقة الخالدة في صفحات التاريخ، والتي توارثها أرباب الأقلام والمناصب من جيل إلى آخر. زيتونة المغرب العربي، فهي تحمل لوحة من السحر الطبيعي يتناغم مع الروح. أما السمو في جامع الزيتون المعمور، منارة الحضارة التي تسطر نفحات العلماء في تونس العتيقة، ستجد الروح تهيم في طرقاتها وأزقتها وبين صلابة أبوابها التي بقيت عصية على المستعمر. شعبها كالنسور يحلقون في القمم، وجباههم دائما مرفوعة، تحفة خلقها البارئ وأبدع فيها. حول طبرقة تمتد الرمال الشقراء، ويعصف بك نسيم غابات البلوط والصنوبر. وفي بنزرت حارسة المتوسط، أرض الكروم والقمح الشاسعة، ومن نمطية جزيرة صقلية يستقبلك الهناء في ربوع نابل المليئة بالبساتين من برتقال وليمون. ومن أغنية ولاية الحمامات تطرب الروح فرحا بالبحر الفيروزي وجنة الياسمين. ومن بوسعيد تعزف التلال أسطورة صيفية يحلو فيها السهر بألوانها الأخاذة من اللونين الأبيض والأزرق، ويلقاك النخيل الباسق في شواطئ سوسة. منهم مؤسس علم الاجتماع وصاحب المقدمة ابن خلدون، والطاهر بن عاشور إمام التنوير، ويوسف الصديق صاحب الكتابات الجريئة. منهم الفلاقة أسود إفريقيا، الذين سطروا ملحمة الدماء والرصاص مع شيخهم محمد الدغباجي ونسرهم لزهر الشريطي. ما أجمل الصباح والمساء في تونس العتيقة، وما أجمل الشاي في بقاعها. ولن ننسى شكري بالعيد يا سمينة تونس الخالدة بين الشهداء. عندما تصل إلى تونس سيطال روحك الرقي، فهي سحر في هذه الأرض لا ينفذ. فهل بقي سؤال عن التونسيين؟